تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حقوق وحريات. ونتناول اليوم شهادات صادمة، مسؤول أممي يؤكد تعرض المعتقلين من غزة لمعاملة سيئة، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمعاملة المعتقلين بالقواعد الدولية. وقضيتنا الثانية ستكون حول مصادرة الحق في التعليم والحماية الأممية لضمان المساواة والمجانية. بداية مشاهدينا، نتابع وإياكم شهادات صادمة لنساء يتحدثن عن النزوح واعتقال الأقارب وسرقة الأموال من قبل جنود الاحتلال. طلعونا من الدار وأخذوا أخوي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إحنا مش خايفين، ربنا معانا. طلعونا. وحكوا لكم ليش طلعوكم؟ يعني قالوا لكم مثل خلينا نوقف عجل يا هاي سلفت. الشباب شلعوهم كلهم بلبوس ولا حاجة عليهم، بعدين أخذوهم في مكان ذبحوهم من الجدل، بعدين أخذوا النسوين بنت عمرها 14 سنة بنتي شلعوها وأخذوا منها 100 مليون. شلحوها كل أواعيها؟ كل أواعيها شلحوها، أخذوا منها 100 مليون وأخذوا منها الذهب أمانات لأختي، أخذوا منا جوالاتنا، أخذوا الأولاد الصغار فتشوهم كلهم بلبوس، عملوا عملهم رمونا في أرض وبالآخر بالطخ في الجروس وحركوا كل الأماكن. اليهود اجوا عملوا عمايلهم فينا ما خلوش حاجه، ذهبكم سرقوه فلوسكم جوالات. شهادات مروعة لفلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة ثم أفرج عنهم. نتابع ما قاله الأسير المحرر محمد رياض الترك من غزة عن قصة الاعتقال والتنكيل والإذلال. أنا الأسير محمد رياض الترك، أسرت في شارع الدلاء رمزون الغفري، تم إطلاق 5 رصاصات على قدم اليمنى ثم انبطرت، ثم أخذوني في الدبابة وقاموا في تعذيبي في الطريق، ثم ذهبوا فيها إلى مستشفى برزلاي وقاموا بالعلاج 30 يوم، ثم بعثوني على المستشفى على سجن زكيم، وقاموا بعديها في تعذيبنا وتنكيلنا وتنكيل الأسرى، ثم خرجوا عني بعد 40 يوم. أنا بوصل رسالتي للعالم إنه ينظر رحمة لشعب غزة والأسرى. الأسرى كل يوم تتعذب، نكل فيها، كانوا حاطينها في سجن لا يصلح للبني آدمين إلا لله، لا يصلح إلا للحيوانات. أرحب بالأستاذ تيسير سليمان الباحث في الشأن الفلسطيني والأسير السابق، أهلا وسهلا بك سيدي من إسطنبول. يعني نبدأ بالحديث عن هذه المعاناة الإنسانية، هذا الإذلال حسب مؤسسات أممية وأيضا حقوقية لما يجري لسكان قطاع غزة. أريد أن أسمع منك يعني آخر التفاصيل حول ربما هذا الموضوع تحديدا. نحن لحد الآن سمعنا من مصادر صحفية وحقوقية بأن هناك عدد كبير ما تم اعتقالهم لا تعرف وجهتهم، أين ذهبوا، هناك اختطاف أيضا ليس فقط لرجال وإنما أيضا لنساء وأطفال. هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري؟ كريم، حقيقة منذ بداية 7 من أكتوبر ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي رد الصدمة التي حدثت له، يقوم بكل ما يمكن أن يسمى لا إنساني ولا قانوني، وأكثر ذلك هو ما يمارسه ضد المدنيين بعد أن فشل أن يقوم أو يقدر على المقاومة بشكل منهجي. الأرقام والإحصائيات هي بشكل واضح تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن هنا سوف نركز على قطاع غزة. هو قام باعتقال الآلاف، وبعضهم من العمال وبعضهم من ساكنين المدارس وبعضهم من النساء. الإحصائيات تتكلم عن اعتقال أكثر من 100 امرأة موجودة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وأيضا اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني من قطاع غزة الذي معروف عنهم أين هم الآن. 200 شخص استطاع بعض الزوار أو المحامين أو الذين يستطيع أن يصلوا إلى أو يخرجوا من السجون أن يخبرونا فيها، بالإضافة إلى أن هناك حالة من المفقودين لا نعرف من هم أو كيف هم
أو ما هي أوضاعهم، وجزء من الذين المناطق التي دخلها الاحتلال الإسرائيلي وكان فيها بعض السكان فاختفى آثارهم. نحن نصنفه فلسطينيا ضمن المفقودين، لكن حقيقة قد يكون ضمن المأسورين أو الذين في التحقيق. والذين في التحقيق هناك قصص عديدة، منها قصص بعضها ما يرويه الذين أفرج عنهم، والحقيقة هي أساليب أقرب إلى أساليب القتل الجماعي بالتحقيق وأشكال التحقيق والمعلومات والتي ينزعونها. يصل مرحلة إلى أنه يطلب منه رقم هاتفه ويبدأ يتكلم بكل شخص عن ماذا يعرف وماذا لا يعرف عنه، ويطلب منه معلومات عن جيرانه ومن يعرف من جيرانه، يطلب منه معرفة أو تشخيص صور لمطلوبين أو الأسماء يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنها من المقاومة، ومع هذا يستمر لأيام وليالي. موازين التعامل معه هو نزع المعلومة وهي أولوية بالنسبة للمحتل، ويستخدمون كل الأساليب. أغلب من يخرج من يعاني من عاهات أو يعاني من إصابات أو يعاني من كدمات وصل لها نتيجة التحقيق الذي يمارس معه. الأمر الآخر وهو اعتقال النساء بشكل جماعي، وبعضهم موجودات في السجون بأسمائهم ومعروفات، وبعض الآخر مفقود باعتقادي إما أنه قام بقتلهم كما فعل تاريخيا معهم، أو قام بوضعهم في سجون تحت التحقيق. الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر يعمل عملية إبادة جماعية، ربما بعضها بشكل القذائف وبعضها بشكل الاعتقال. أما بالضفة الغربية نحن نتكلم عن أرقام خيالية تجاوز عدد المعتقلين 6,000 معتقل تقريبا، بأغلبهم أو الآن عدد المعتقلين في داخل السجون تجاوز 8,800 ممن بقي أو ممن لم ينتهي محكوميته أو ممن تم الإفراج عنهم من قطاع غزة. هناك 8,000 تقريبا و800 في داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي مصنفين من الضفة بأغلبية مطلقة ومن قطاع غزة بأغلبية، العدد تقريبا بين الرقم 2000 إلى 2200. أستاذ تيسير، يعني عندما تطالب الأمم المتحدة إسرائيل بمعاولة المعتقلين من غزة بالقواعد الدولية، ماذا يعني ذلك؟ أنا باعتقادي يعني ربما العالم كله يحتاج الآن أن يخاطب إسرائيل أولا أن تتصرف كأن جسم إنساني، وهذا المفقود لدى الاحتلال. الأمر الآخر هي أن الأمم المتحدة والأمم والمؤسسات الدولية تعرف وتشعر وتلمس ولديها الحقائق والمعلومات والمواد المصورة والشهادات المشفعة بالقسم أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون والقوانين الدولية أو قوانين جنيف بالتعامل مع الأسرى أو المعتقلين. الاحتلال الإسرائيلي لا يمارسه، ونحن رأينا ذلك لفترات طويلة. أصلا المسمى لدى الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم كأسير حرب، بالمقابل هم يريدوا أن يتعاملوا مع الأسرى لدى المقاومة كأسر حرب. ورأينا نتنياهو ماذا فعل عندما رفض وضع حقيبة مليئة بالأدوية أمام مندوب الصليب الأحمر، وبدأ يتعامل معهم بعبارات قاسية وكبيرة ويقول لهم أين دوركم وأين دوركم وأنتم قد خذلتمونا. وعندما قام بالموافقة على شرط المقاومة بنقل الأدوية عبر دولتين قطر وفرنسا، ولم يطلب أن يكون الصليب الأحمر شريكا فيها، بالعكس رفض أن يكون الصليب الأحمر شريكا فيها. باعتقادي أن المؤسسات الدولية عندما تتحدث مع الاحتلال الإسرائيلي هي بالأصل لديها تاريخ واسع وشهادات واسعة من سلوك الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي في مكان وجرائمه هي العنوان، والقوانين الدولية بمكان آخر. لا أعتقد أن يوجد مكان للالتقاء بينهم. نعم، ولكن عندما نتحدث عن حماية، عن قواعد دولية للتعامل مع أسرى الحروب، يعني ونقارن بينما هم يتم اعتقالهم من جانب المقاومة في غزة والتعامل معهم بشكل إنساني وطريقة الإذلال التي تابعناها، يعني لا نحتاج والعالم كله يتابعها، يعني جعلهم يخلعون ملابسهم ويعروهم ويضعوهم في شاحنات مزدحمة، ضربهم، الإساءة لهم، الإذلال بكل معنى الكلمة، كل هذه الأمور هل هي من ضمن القواعد الدولية؟ عفوا، لماذا لا تلتزم إسرائيل بالقواعد الدولية في هذا الشأن تحديدا؟ يعني
نعم، أنا سوف أتكلم بتجربة شخصية وربما تجربة عائلية بهذا الموضوع. الاحتلال الإسرائيلي عندما يقوم بالوصول أو أراد أن يعتقل أو أراد أن يحقق أو أراد أن يستدعي، عنده عدة أساليب، لكن أنا سوف أقول لك الأسلوب الأكثر استخداما لدى الاحتلال الإسرائيلي في أراضي فلسطينية، كان في قطاع غزة أو القدس والضفة الغربية، ونخص بذلك الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني بالسنوات الأخيرة. يقوم بقائد المنطقة العسكرية بإخبار ضابط المخابرات واستحضار ما يزيد ربما أحيانا عن 100 شرطي أو 100 جندي حسب طبيعة المنطقة، ويقومون بالهجوم على البيت. إن كان البيت لديه سور يقومون بتفجيره واستخدام إما سياراتهم الثقيلة أو المتفجرات أو الجهاز القص الحديدي، ويقومون باقتحام السور الأول، بعد ذلك باب العمارة، بالغالب يقومون باستخدام الضغط الحديدي بفتحه ويتوجهون بالتجربة. إذا لم تفتح الباب خلال ثواني وليس دقائق، يقومون إما بتفجيره أو باستخدام جهاز الفتح الإلكتروني الذي يقوم تقريبا بخلع الباب من مكانه. بالفور يقومون بالاندفاع المباشر باتجاه البيت إذا كان لديهم معلومة مسبقة أين الغرفة أو المكان الذي تقوم فيه. أنا أقول على نفسي في عام 1990 صباحا فجرا تقريبا قبل الفجر صحيت على شيء يخبط في رأسي هنا، وعندما فتحت عيوني وجدت أنها بندقية M16. هذا ليس أنا وحدي، هذا كل من في العائلة. وجدنا أن كل ضابط كل جندي وضع البندقية على رأسنا من أجل انتقال أخي كان باستطاعته أن يرسل صباحا استدعاء أو أمرا نيابيا أو اتصالا هاتفيا ويسد، لكن هي جزء من حالة الردع التي يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه كلما استخدمه كلما ردع ورجع. بالإضافة إلى السنوات الأخيرة بدأنا هناك حالة من السرقة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتكلمتم أنتم مع إخوة لنا تم سرقتهم في قطاع غزة، كانوا يحملون أموالهم ويمرون عبر حاجز عسكري أنشأ جيش الاحتلال. بالضفة الغربية الأرقام التي يتكلم عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فقط خلال فترة طوفان الأقصى استطاع أن ينهب ويسرق من الأموال الفلسطينية داخل البيوت الفلسطينية بأكثر من 15 مليار، أي ما يعادل 15 مليون شيكل، أي ما يعادل 5 مليون دولار خلال فترة بسيطة، بالإضافة إلى مصادرة السيارات، مصادرة التلفونات، مصادرة الصيغة أيضا الذهب ذكرت سيدة قبل قليل شاهدة. الآن العائلات الفلسطينية أصبحت لا تضع الذهب في بيتها، وأصبح لا تضع راتبك الشهري في بيتك لأنه قد يمر عليك ضباط المخابرات ويقومون بمصادرته أو سرقته. والعديد من القضايا أثبت أن المجندين يسرقون والضباط يسرقون، وأن المخابرات تقول أنا استلمت بالشيكل والحقيقة أنه ربما كان بالدينار أو بالدولار والقيمة مرتفعة بينهما، ويقومون بعد ذلك تريد أن تثبت أنه قد أخذ من أموالك أموال. وعندما الآن أصبح الاحتلال الإسرائيلي يعرف أنه لا يريد أن يرجع المال وأنه يريد أن يدفع، أصبح الاحتلال يتكلم بلغة المصاري، يوجد لك بالبنك المبلغ الفلاني وإن لم تتم تسليمه سوف يتم تضخيمه ويصبح الغرامة المالية مرتفعة أكثر. الأمر الآخر وهو مصادرة الممتلكات، نحن نتكلم عن سيارات، نتكلم عن أجهزة كمبيوتر، نتكلم عن أحيانا بضائع في مستودع في أسفل البيت أو في مخازن محيطة بالبيت، على محال تجارية، على بضائع موجودة في الميناء أو بضائع موجودة حتى الحسابات البنكية داخل السجون داخل البنوك. الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة ومنذ فترة يزيد تكثيفه أنه يقوم بالسطو على البنك ويقول فلان الفلاني له حساب ونريد تفريغه ونريد إغلاقه، كانت في البنوك العربية الموجودة في أراضي السلطة الفلسطينية وهي إداريا تتبع إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أو البنوك الإسرائيلية التي هي في القدس والداخل الفلسطيني وهي بالأصل تخضع إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو يستطيع أن يقوم بذلك الإجراء إلكترونيا أو مخابراتيا أو قضائيا. ولكن جزء من حالة الفشل والاستعراض لدى الأجهزة الأمنية أنها تريد إظهار أنها تعمل، وخاصة بين كبير. وبالأمن الأخير أنا أقول لك هناك حالة من السطو في جميع البيوت الفلسطينية من المخابرات ومن حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية. بالقدس فقط وحدها نتكلم عن أكثر من 15
مليون شيكل أي ما يزيد عن 5 مليون دولار خلال فترة 3 أشهر تم مصادرته وهناك غرامات مالية. أي أنه يقول لك أنت كنت تتلقين راتبا في من السلطة الفلسطينية على أساس أنك موظف أو راتب، وهذا الراتب خلال السنوات الماضية مثلا يقدر ب20 أو 30 ألف يجب أن تدفعه خلال فترة ما وهو يعتبر لا. دين عليك. أنا باعتقادي نحن تجاوزنا مرحلة الدول والقوانين، نحن الآن أمام قوانين الغابات، والاحتلال الإسرائيلي رجع إلى صفته الطبيعية وهي العصابات. ما فعلوه في 48 يفعلونه الآن بال2024 لكن تحت مسمى دولة الاحتلال. نعم أستاذ تيسير، يعني نتحدث عن تنكيل ومصير مجهول، وهذا ما أكدته مؤسسات حقوقية، وكذلك مسؤول أممي أكد تعرض المعتقلين من غزة لمعاملة سيئة. وهنا أود أن أتوقف معك عند ما ذكره مرصد حقوقي أن إسرائيل تحول ممر النزوح في غزة إلى مصيدة للقتل والاعتقال. يعني يقال حسب شهادات أنه تقول للناس انزحوا إلى أماكن معينة وبعدها يتم إما قتلهم أو اعتقالهم. كما نرى ونتابع على ما يبدو لا يوجد مكان آمن في غزة للحماية، آخرها بالأمس يعني تم قصف مراكز إيواء. نعم، أولا دعنا نتكلم أنه ليس فقط في غزة إنما في كل فلسطين لا يوجد مكان آمن. الآن في الظرف العملي في غزة الاحتلال الإسرائيلي قسم قطاع غزة إلى مربعات، وبناء عليه بدأ يتكلم عن خططا أنا باعتقادي أنها كلها أنجزت في ليلة ويوم، وليس هناك خطط موجودة بالدروج أو على الرفوف من أجل استخدامها نتيجة الصدمة التي مروا فيها، وأن هذه الأفكار والمقترحات بدأت تمر. وضعوا بين قطاع غزة منطقة الوادي الكاميرات الذكية أو الإلكترونية من أجل التشخيص، وعندما لم يستطيعوا أن يشخصوا بدأوا يستخدمون نظام الاعتقال الجماعي. ما هو الاعتقال الجماعي؟ يقومون بإحاطة بتحويل أو بالسيطرة على منطقة معينة مثل مدرسة للاجئين، ويقومون بفرز الرجال عن النساء، ويقومون بعد ذلك بخلع ملابس الرجال وتصويرهم، أو كما فعلوا بإحدى المستشفيات بتحميل الأطباء بعض الأسلحة من أجل أن يصنع مشهدا سينمائيا يقنع فيه جمهوره أنه يقوم بعمليات اعتقال للمطاردين، ويتبين أنه أرسل مخرجين تلفزيونيين وبعض المخرجين من القنوات التلفزيونية حتى يستطيع أن يصور هذه المشاهد. الأمر الآخر وهو أن بعضهم ممكن أن يعتقل شخص كان بتاريخه من المقاومة أو داخل السجون يقوم بقتله، والشهادات واضحة بذلك أن العديد من الإخوة فقدوا، وجزء من المفقودين فقدوا وهم ليسوا تحت الأنقاض إنما فقدوا أثناء الانتقال من وإلى. باعتقادي أن إسرائيل بجرائمها تعدت مرحلة أن نتكلم أنها تقتل فقط على الهوية، هي تقتل لأنها تريد الانتقال. يعني لماذا التعمد في إذلال النازحين برأيك كما نشاهد، يعني خاصة في البرد القارس عندما يتم تعريض الناس إلى خلع ملابسهم وتعريتهم من صح التعبير وربط أعينهم، وكذلك يعني يطلبون منهم حتى يعني حتى الأحذية إن صح التعبير أو ما يلبسون في أقدامهم في هذا الطقس البارد، يعني كيف نفسر هذه عملية الإذلال هذه، وإلى أي مدى يعني قد تؤثر على الناس وتعتبر انتهاك لحقوق الإنسان؟ نعم، الحقيقة هي أن الاحتلال الإسرائيلي تعلم منذ عام 48 وعام 67 وعام 73 أن هناك حالة من الاتهام له، وأنه يقوم بالضغط على المواطنين بالنزوح الإجباري، وهنا ينتقل منذ فترة إلى استخدام النزوح الإرادي، وهو بمعنى أن المواطن الفلسطيني عندما تطعيه في معسكر لا يوجد له ماء ولا يوجد طعام، لا يوجد خيمة، لا يوجد
أي وسائل للعيش، سوف يذهب ويبحث عن مكان آخر. هذا ما حدث مع مواطنينا في قطاع غزة عندما فشلت فكرة المعبر ومرورا إلى سيناء، أصبحوا يفكرون كيف ندير 2,200,000 أو 300,000 داخل قطاع غزة، عندما وجدوا أن منطقة الشمال 1,200,000 هناك أكثر من 600,000 بقوا ولم يخرجوا، وأنهم لم يخافوا من القوة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، أصبحوا يضيقون يضربون الماء والكهرباء والمستودعات ويمنعون مرور، حتى تصل أنت كإنسان نازح عندك أطفال ونساء وكبار ومرضى أنك تنزح إراديا من أجل بحث عن الأفضل. باعتقادي هي جزء من سياسات الاحتلال الإسرائيلي بعد حالة الصدمة، أنه يريد الآن أن ينشئ مناطق هي أكثر معاناة حتى يضغط أكثر على المقاومة. وباعتقادي أننا بهذه المرحلة نرى طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وباعتقادي أيضا أنها لن تكون ضاغطة على المقاومة بقدر ما هي محفز للمقاومة للثبات والمقاتل والقتال. اسمح لي أستاذ تيسير سليمان، أرجو أن تبقى معنا وننتقل إلى موضوعنا الثاني. نتساءل مشاهدين، لماذا يعتبر الحق في التعليم حق أساسي؟ الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة وضمان مبدأ المجانية موضوعنا اليوم، المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 تؤكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم مع ضمان مبدأ المجانية. مشاهدينا، نستضيف في هذا الشأن من المغرب من الرباط تحديدا الدكتور فؤاد هراجة، عضو المكتب التنفيذي للقضاء المغربي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بحضرتك. يعني نتحدث عن اليوم العالمي للتعليم، ودائما نتذكر ما يعني يحدث في دولنا العربية تحديدا في مناطق الصراعات والحروب، حيث مصادرة حق التعليم لدى ملايين الأطفال والشباب. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني في البداية أتوجه بالتحية لكل المدرسين ولكل المعلمين ولكل المربين الذين وقفوا على ثغر التعليم، والذين ندبوا أنفسهم لكي يكونوا أئمة للعلم، ولكي يحملوا مشعل رسالة ووظيفة ذات أهمية كبرى، رسالة لا تضاهيها أي رسالة أخرى. بمناسبة يعني هذا اليوم العالمي للتعليم، والذي يصادف يعني يوم الغد، والذي نحتفل به يعني مسبقا، يعني أود أن أثمن يعني اختيار هذا اليوم العالمي، مع أن التعليم في الحقيقة لا يمكن أن يعبر عن أهميته الاحتفاء والاحتفال بيوم واحد أو تخصيص يوم واحد، لأن كل يوم نتعلم فيه، كل يوم نخطو فيه نحو العلم يعتبر عيدا، يعتبر يعني يوم جديد في حياتنا. الإنسان عندما يتعلم يهتبل بما يتعلمه، والحق في التعليم كما أشرت في المادة 26 هو يعني حق مدني، هو يعني ينتمي إلى الجيل الثاني من الحقوق التي يعني كفلتها العهود والمواثيق الدولية. لكن تبقى هذه شعارات يعني مخطوطة ومكتوبة يعني في هذه العهود وهذه المواثيق، لكن أرض الواقع في كثير من الأحيان تكذب هذه الشعارات الرنانة والبراقة، خاصة عندما نتحدث عن المساواة وعن المجانية وعن يعني الحق في التعليم. اليوم ما نشاهده يعني في عموما في الوطن العربي يعني عامة وفي فلسطين خاصة، دعيني في البداية أتحدث عن الوطن العربي يعني خاصة، نجد على أن يعني الأمم المتحدة التي تدعو وتضمن هذا الحق، نجدها هي نفسها من خلال مؤسسات أخرى تقوض هذا يعني هذا الحق. فإن كانت
مؤسسة الأمم المتحدة هي مؤسسة ترعى هذا الحق، نقول على أن من واجبها، لأن الحق والواجب أمران محايثان لا يمكن الفصل بينهما، إذ لا يمكن أن 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 نتحدث عن حق في غياب القيام بالواجب، وما لا يسمو الواجب إلا به فهو واجب. ومن الواجب على الأمم المتحدة كما تفعل في غيرها من القرارات الأخرى أنها تلزم الدول على تمتيع مواطنيها يعني بهذا الحق، إلا أن هذا الأمر عندما نتحدث فيه عن التعليم عموما نجده بعيد كل بعد عن المصداقية وعن الواقعية وعن التنزيل وعن التطبيق. فمثلا نجد على أن هناك مؤسسات أخرى أنها تسلب هذا الحق، خاصة عندما نتحدث عن صندوق البنك الدولي. فعندما نتحدث عن المساواة وعن المجانية نجد اليوم على أن التعليم أصبح سوقا. اليوم نتحدث عن ما يسمى بتسليع التعليم. اليوم صندوق البنك الدولي يتدخل في شؤون الدول العربية يعني في الوطن العربي في إطار ما يسمى بإعادة هيكلة يعني الديون، ويفرض عليها على أن تقلل وأن تنقص وأن تقلص من ميزانية التعليم من أجل استرداد الديون. اليوم البنك الدولي يفرض فرضا على هذه الدول أن تدخل في سياق الخصخصة أو ما يسمى عندنا بالخوصصة، أي خوصصة التعليم. خوصصة التعليم وتسليع التعليم هذا يفرغه تمام الإفراغ من شعاريه الأمميين ألا وهو المساواة والمجانية. اليوم الكل يعني في الوطن العربي وخاصة أتحدث هنا يعني على 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 نموذج المغرب، على أن هناك صراع وتدافع كبير بين المدرسة العمومية التي تحمل شعار المجانية والمدارس الخصوصية أو التعليم الخاص الذي يحاول يعني أن يهيمن وأن يسيطر يعني على هذا المجال هذا. وكذلك نجد على أن الدولة بدأت تتملص من يعني من مسؤوليتها تجاه التعليم، وأنها تسعى في أفق 2030 إلى ما يسمى بخصصة التعليم ويعني وتفويت هذا القطاع العمومي الهام إلى 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 قطاع الخاص. هذا يضرب مجانية التعليم يعني بالأساس، ويضرب يعني مسألة المساواة يعني باعتبار على أن كل المواطنين لا يمتلكون نفس يعني الإمكانات المادية لمواكبة هذا الأمر. إذن قلنا على أن هناك شعار أممي، هناك يوم للاحتفال باليوم العالمي، ولكن في المقابل هناك مؤسسات دولية أخرى تقوض هذا الحق عليه وعليه. فلا بد من أن ننتقل من مجال الشعار إلى مجال التطبيق، ولا بد من يعني من من يعني من أن تترك هذه المؤسسات الدولية الاقتصادية، أن تترك مجال التعليم بعيدا عن تسليعه، بعيدا عن تبضيعه. هذا عندما نتحدث على جغرافية الوطن العربي عامة. لكن عندما نعود إلى ما يجري اليوم في فلسطين وما يجري خاصة في غزة ومعه الضفة الغربية، هل يمكن اليوم أن نتحدث عن احتفال باليوم العالمي للتعليم في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة والضفة الغربية؟ لا يمكن بتاتا. لأننا عندما نتحدث عن التعليم فإننا نتحدث عن الإنسان، وعندما نتحدث عن الإنسان فإننا نتحدث عن كرامة الإنسان. أين هو هذا الإنسان الذي يراد تعليمه في قطاع غزة؟ اليوم الأطفال وإن لم يموتوا فإنهم قد شاهدوا آباءهم وأمهاتهم، وشاهدوا كذلك أقاربهم يموتون. اليوم الشيء الوحيد الذي يتعلمه الطفل الفلسطيني هي لغة الموت، هو تعليم الموت، هو تعليم الخوف. اليوم لا يمكننا بتاتا أن نشعر أو أن نتلدد أو أن نتذوق معنى الاحتفال باليوم العالمي للتعليم ونحن أمام مجازر للأطفال. نعم. ومجازر للبنات، ونحن أيضا أمام هدم لأهم رمز في التعليم ألا وهو المدرسة وهو المسجد. نعم. اليوم لا يمكن اليوم نحن أمام مفارقات كبيرة جدا. اليوم نحن أيضا أمام ازدواجية المعايير. اليوم نحن نكيل بمكيالين. اليوم لا يمكن أن نتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للتعليم في
أمام أطفال محرومون حتى من الحياة، فما بالك من التعليم. ناهيك عما يجري في الضفة الغربية يعني من المتاريس ومن يعني ومن الحدود التي توضع بين مكان ومكان، والتي يقضي فيها الأطفال الذاهبون الى المدارس ساعات من اجل تخطي يعني هذه الاماكن. بالتالي نقول ان كان هناك يوم الاحتفال باليوم العالمي للتدريس، فهو يعني ان نوقف هذه الحرب، وهو ان نعيد الامل لهؤلاء الاطفال، وهو ان نعيد المدرسه لهؤلاء الاطفال. اليوم تستهدف المدرسه يعني من قبل الكيان الصهيوني، واستهداف المدرسة معناه وهو قتل الأجيال، معناه هو قتل المستقبل، معناه هو يعني الدمار، يعني الدمار الشامل. نعم. ومن يستهدف يعني من يستهدف هذه المؤسسات لا يمكن وصفه إلا بالتوحش، ولا يمكن وصفه إلا بالوحش. دكتور فؤاد اسمح لي سوف أعود لك، أذهب إلى الأستاذ تيسير سليمان. يعني فعلا كما ذكر ضيفنا، مصادرة حق التعليم انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. أستاذ تيسير، هذا ما يحصل اليوم في غزة، يعني أطفال غزة لا يستطيعون، غير قادرين على الالتحاق بالمدارس، وقد تحولت المدارس إلى أماكن ومراكز لإيوائهم مع الأسف الشديد. لا ندري سوف يحرمون فقط هذا العام، متى ستتم إعادة إعمار تلك المدارس والمساجد كما ذكر ضيفنا. وبالتالي هناك بالفعل مصادرة لحق التعليم، يعني صدر حق الطفل الفلسطيني في الحياة، وحتى أنه لا حق له في الحياة، فما بالك في التعليم. تفضل سيدي. نعم، بالبداية نحن حقيقة لا نعرف إذا كان التعليم سوف يتوقف لهذا العام أم للسنوات القادمة. نعم. وربما إذا كان العودة للتعليم سوف يكون، ربما سوف نستخدم مصطلح بدون مدرسة، أي أننا سوف نعود كما كنا بالانتفاضة الأولى عندما تركنا المدارس التعليمية نتيجة ما فعله الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق المؤسسات التعليمية، وذهبنا للدراسة البيتية من أجل أن ننجز السنة الدراسية في عام 88-89. الأمر الآخر وهو أن الاحتلال الإسرائيلي بمحيط قطاع غزة وقطاع غزة ومدنه يوجد ثلاث معالم رئيسية قام الاحتلال باستهدافها بشكل مباشر. أول شيء المستشفيات، والمستشفيات بحكم أنها مكان الصحي وهي المكان الذي استثمر فيه الفلسطينيين والجمعيات من أجل أن يكون هناك مكان للعلاج الطبي، وهي الصحة. الأمر الآخر وهو المدارس، وبين استهدافه بضربها ومكان لإيواء اللاجئين وأيضا مكان لاعتقال اللاجئين أصبحت، وحرقها وكما حرق في مناطق شمال غزة وفي مناطق غزة المدينة، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، والتي هي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي كانت تشكل حالة من حالة الانتقام من المقاومة وما تمثله من فكر بهذا الموضوع، هي استهداف المساجد. وكلنا يعرف أن في قطاع غزة المسجد ليس مكان للعبادة فقط، فهو روضة، وهو مكان لتحفيظ القرآن، وهو مكان للتعبئة والنشاطات الاجتماعية، حتى وصلت أنه مكان للقاءات الجماهيرية ومكان للطلبة والخطبة والزواج، حتى أصبح المسجد يشكل حالة أساسية في المنطقة. قام بتدمير أكثر من 1000 مسجد تدميرا مباشرا. إذا أردنا أن نتكلم عن مئات المدارس الضخمة والكبيرة التي تم تدميرها أو تحويلها إلى سكن، أو المساجد التي تم تدمير 1200، أي أنه بقطاع غزة لم يبقى إلا 200 بنسبة قلة عن 10%. وإذا تكلمنا أيضا عن المستشفيات التي تم تدميرها، والجامعات التي تم تدميرها، والكليات والمدارس، حتى أن جامعة الإسراء وجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى والأزهر كلهم قام بنسفها نسفا مباشرا. نحن نتكلم أن الاحتلال يسعى أن لا يكون لدى الشعب الفلسطيني جيلا متعلما، وخاصة إذا قارنا أن الفلسطينيين منذ ما قبل عام 48 إلى يومنا هذا نسبة التعليم فيها ترتفع من أعلى النسب، تصل في بعض المناطق من ناحية الأمية، قلة الأمية، إلى أن هناك 98% ممن يقرؤون ويكتبون، ونسبة التعليم ترتفع إلى التسعينات الذين يحصلون على الثانوية العامة، ونسبة الذين ينهون
كان البكالوريوس أو الدراسات الجامعية الرقم يتجاوز 80%. نحن نتكلم عن مجتمع متعلم، التعليم يشكل حالة أساسية، وباعتقادي المقاومة أثبتت لنا خلال فترة الحرب أو ما قبل الحرب أن العقول الفلسطينية والعقول التي أبدعت في المقاومة بأغلبها كانت مهندسين وأطباء تخرجوا من هذه المدارس وهذه المخيمات وهذه المساجد، واستطاعوا أن يبدعوا مقاومة تستطيع أن تقف أمام الاحتلال. الاحتلال يريد أن يدمر كل ما يمكن أن يسمى حضارة وفلسطيني، وباعتقادي إن أردنا أن نسمي المعركة التي نحن فيها الآن اسما يليق بالاحتلال الإسرائيلي سوف نقول الإبادة الجماعية التي قامت بها الاحتلال الإسرائيلي. اسمح لي سيدي أعود للدكتور فؤاد هراجة، يعني ما مسؤولية الدول والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة من هذا الواقع الأليم إذا ما تحدثنا عن حرمان من التعليم ومصادرة حق التعليم؟ مسؤوليتها هي مسؤولية تاريخية، مسؤولية كبيرة. هذه المسؤولية ينبغي أن تتجسد في تجريم كل فعل يستهدف التعليم، والفعل يستهدف المتعلم، والفعل يستهدف أماكن التعلم، سواء كانت مدارس، سواء كانت دور للعبادة، سواء كانت مراكز، سواء كانت جامعات إلى غير ذلك. ما دمنا لا نؤكد ولا نسطر على تجريم استهداف هذه الأماكن فسيبقى الحديث عن الحق في التعليم مجرد شعار فضفاض لا أساس له في الواقع. بالتالي نقول على أن ينبغي للأمم المتحدة أن تضيف إلى باقي قوانينها على أن في أي حرب يتم فيها استهداف هذه الأماكن ينبغي اعتبارها هذه جرائم حرب. اليوم لا نستهدف فقط المدارس باعتبارها أماكن للتعليم، لكن حتى عندما أصبحت أماكن للإيواء أصبحنا نستهدفها أيضا. بالتالي لم تعد لا مكان آمن للإيواء ولا مكان آمن للتعلم. بالتالي نقول على أنه آن الأوان لتجريم كل فعل يستهدف أن يصادر حق المتعلمين في التعلم، ذلك على أن كل إنسان من حقه التعلم، وبالتالي لا يمكن المساس بهذا الحق. على أن نضع قوانين واضحة الدلالة يتابع فيها كل من يمس بحرمة التعليم. للتعليم حرمة لا ينبغي المساس بها، وينبغي متابعة كل من يستهدفها. اليوم لا نتحدث فقط عن تعليم بعينه، ولكن اليوم ينبغي أن نتحدث ليس فقط عن حق التعليم ولكن عن أي تعليم. اليوم ينبغي أن نطالب بتعليم يحررنا، تعليم يحررنا، لأن اليوم المؤسسات الأممية عندما تفرض التعليم على باقي الدول إنما غرضها هو تمرير ثقافتها وتمرير قيمها وتمرير أخلاقها على حساب ثقافات الشعوب الأخرى، على حساب أخلاق وقيم الشعوب الأخرى. اليوم لا نطالب فقط بحق التعليم، ولكن اليوم نطالب أيضا بحق تعليم يحرر شعوبنا من ربقة التبعية، على أن نبقى كمستهلكين. اليوم أعطتنا غزة درسا كبيرا في التعليم الذي يحرر. غزة اليوم تصنع، غزة اليوم تصنع العقول، غزة اليوم تصنع الإنسان، غزة اليوم تصنع سلاحها وغذائها ودواءها. اليوم غزة أعطتنا رغم الحصار لمدة 17 سنة، ولكن أعطتنا درسا بليغا على أن الدول قادرة على أن تنهج تعليما يحرر شعوبها واستحرر من تبعية الاستكبار العالمي والليبرالية الصهيونية المتوحشة. هذا ما نطالبه، وليس فقط التعليم، لأن اليوم
اليوم يعني الأمم المتحدة تريد من خلال الدول المستكبرة المهيمنة عليها، تريد للتعليم أن يكون فقط وسيلة وأن لا يكون غاية. معنى وسيلة، معنى أنها أداة من الأدوات التي تمرر من خلالها برامجها يعني في كل المجالات. وأعطيك مثالا، على سبيل المثال أخت وجدان، اليوم هناك مجموعة من القيم التي تحاول الأمم المتحدة يعني أن تمررها عبر التعليم، ومنها مثلا الحديث عن يعني الحديث عن المثلية، والحديث عن الجندر، والحديث عن مجموعة من الأمور التي يستهدف التعليم فيها. اليوم يعني كما قلت لا نقف فقط للمطالبة بحقنا في التعليم، بل نطالب أيضا بحقنا في تعليم يحررنا من بقايا الاستعمار، يحررنا من ثقافة الاستعمار، يحررنا من يعني من جر أذيال يعني التخلف الذي عشناه من جراء دكتور فؤاد. حسب اليونسكو 250 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة، وهذا رقم كبير جدا، ويتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بند مذكور أنه لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الأساسي إلزاميا. كما قلت لك سابقا، أنا أعتبر على أن هذه العهود وهذه المواثيق وهذه القوانين هي لا تساوي إلا حتى الحبر الذي كتبت به، لأنها في الحقيقة يعني لا مصداقية لها على أرض الواقع. نعلم جيدا على أن بعد يعني بعد تأسيس الأمم المتحدة سنة 1945، نعرف على أن قوى التحالف هي التي أسست الأمم المتحدة. نعرف جيدا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 سهرت عليه هذه الدول، بالتالي لم تكن تضع نصب أعينها هذه الدول المتخلفة أو دول العالم الثالث، بل هي كانت تضع نصب أعينها دولها المتقدمة. هي كانت ترى ذلك الإنسان الأبيض الذي يستحق يعني أن يتعلم، ويستحق أن يكون متعلما، ويستحق أن يكون صانعا، ويستحق أن يكون قائدا للعالم. هي لم تكن تنظر وهي تدون هذه الحقوق وهذه المواثيق وهذه البنود، لم تكن تستحضر الإنسان الفلسطيني، ولم تكن تستحضر الإنسان العربي، ولم تكن تستحضر الإنسان في الهند ولا في بنغلاديش ولا في غيرها من الدول اليوم التي تعيش اليوم. حسب إحصائيات أوكسفام، منظمة أوكسفام، اليوم لا نتحدث عن الحق في التعليم. اليوم هناك مجاعات في مجموعة من المناطق من جراء الحروب ومن جراء يعني الانحباس الحراري. اليوم الأطفال لا يجدون ما يقتاتونه. اليوم هناك هدم ممنهج الإنسان، هناك هدم ممنهج الإنسان، فكيف سنتحدث عن التعليم؟ أقول على أن ليس هناك فقط 250 مليون طفل من يحرمون التعليم، بل أن التعليم في الوطن العربي كله مفرغ من مضمونه ومن محتواه. رغم هذه الجحافل من الأطفال ومن المتعلمين الذين يعني يحصون يعني في جداول الدول، هم في الحقيقة لا، الدول العربية اليوم لا تنتج إلا الأمية المركبة، أي الإنسان المتعلم والأمي في يعني المتعلم ظاهرا، الأمي يعني في باطنه. بالتالي كما قلت لك سابقا، على أن الوطن العربي كله ينبغي أن يتحرر من حرمانه من التعليم الذي يحرره. وقلت لك على أن غزة أعتبرها هي المنطقة الوحيدة التي كانت محررة في الوطن العربي رغم هذا الحصار الذي كان مضروبا عليها، ولكن كانت تعيش الحرية داخل هذا الوطن. وأقول لك على أن الحديث عن الحقوق لا يعني بأي حال من الأحوال أن الناس يتمتعون به. فأضرب لك مثال على أن ما تفعله الأمم المتحدة مع الدول العربية وغيرها من الدول العالم الثالث ودول الجنوب، هو كما أن نأتي بشخص في مساحة فيها متر مربع ونقول له مارس حريتك، فأنت حر أن تفعل ما تشاء في هذا المتر المربع.
هذه ليست حرية. الحرية وأن تخرجه من هذا المربع، من هذا الضيق، من هذا الحصار، وهذا ما نطالبه، هو أن يتركونا، أن يتركونا لحالنا، أن يتركونا أن نختار حكامنا، أن يتركونا أن نختار حكوماتنا، أن يتركونا أن نختار وزراءنا، وأن نختار برامجنا ومناهجنا التي سوف تحررنا من ربقة استعمارهم ومن ثقافاتهم ومن قيمهم التي أظهرت على أنها هي التي تسببت في هذه الوحشية التي تعطينا أرقاما مهولة من يعني من الأميين في العالم بأسره، لأن هذا العالم الذي سطر هذه البنود وهذه العهود هو الذي يمارس استكباره، وهو الذي يمارس التجهيل، وهو الذي يمارس التفقير، وهو الذي يستعمل أنظمتنا العربية كلها على أنها أدوات، ويقول لها على أن التعليم هو قطاع غير منتج، ويقول لها على أنه ينبغي أن تخرجي هذا التعليم من يعني من يعني من 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 الطاقة، من ميزانيات يعني التي تصرف يعني على يعني على الدولة، وأن تجعليه أن يخرج هذا التعليم من جيوب المواطنين. بالتالي نقول على أن هناك ازدواجية في المعايير، نقول على أن هناك على أن هناك كيل ميكيالين. صحيح أن كل هذه المواثيق هي تطبق في الدول الغربية، لكنها لا تعرف طريقها في دولنا، نظرا لوجود الاستبداد، نظرا لأن التعليم كما قلت لك على أنه وسيلة وليس غاية، وإلا يعني لكان التعليم هو أم القضايا التي ينبغي يعني الاهتمام بها، ولا أظن بتاتا يعني أنه يراد لأوطان العربية أن تخرج من يعني من 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 أميتها الاقتصادية، من أميتها الصناعية. ما يراد بها هو أن تتعلم لكي تستهلك، أن تتعلم لكي تقتني، أن تتعلم لكي تصبح طاقة استهلاكية فحسب. هذه هي الحدود المرسومة للمتعلم في وطن العربي، لكن هيهات هيهات بدأ تستيقظ يعني هذه الأمة. وبطبيعة الحال نقول على أن التعليم هو يعني مركز التدافع، على أن التعليم هو مركز الصراع، وبالتالي ينبغي تحريره من أجل النهوض بهذه. ركزت دكتور فؤاد على نقاط في غاية الأهمية. أعود للأستاذ تيسير سليمان، يعني بعدما تم الحديث عنه اليوم من مصادرة لحق التعليم والحرمان من التعليم لأسباب عديدة، قد تكون اقتصادية، قد تكون بسبب الحروب، هل بقي لهذا اليوم الدولي من معنى؟ نعم، بقي له من معنى أن نحارب بكل ما يمكن من قوة من أجل أن نثبت حقنا، أن نكون أولا أحرار كفلسطينيين، وثانيا أن يكون لنا حق أن نتعلم، ويكون لنا حق أن يكون لنا ونقرر مصير. فلا يمكن لمن ليس له مقدرة على أن يقاتل يكون حرا أو يكون متعلما أن يقرر مصيره. نحن باعتبار أننا نعتبر أن التعليم هو وسيلة من وسائل تقوية الوضع الداخلي الفلسطيني من أجل أن نحافظ على حقوقنا، وهذا ما نسعى إليه. لو أردنا أن نفصل التعليم في فلسطين سوف نجد أنه عبارة عن مشروع كفاح وطني بكل ما يحمل الكلمة. أولا أن تجعله بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي في العديد من الأمور، أن تجعل المناهج الإسرائيلية بعيدة عنه، ومع هذا هناك حالة من محاولة الدخول على هذه المناهج بالعديد من الأمور. والوضع المالي هو السبب الرئيسي. باعتقادي أن التعليم هو أفضل أسلحة الشعب الذي يريد أن يتحرر، وأعتقد أيضا أن الشعب الفلسطيني ممن يحافظ على هذا السلاح، وهو السلاح اسعى لتعليمك من أجل أن تنال حريتك. نعم، وكما ذكرت يعني الشعب الفلسطيني في هذه النقطة يهتم في مسألة التعليم، وتقارير كثيرة تشير إلى ذلك، على الرغم من الصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني خاصة في الأراضي المحتلة. نعم. إذن بهذا ننهي حصة اليوم من حقوق وحريات. شكرا جزيلا للأستاذ تيسير سليمان، الباحث في الشأن الفلسطيني والأسير المحرر، كنت معنا من إسطنبول. الشكر موصول للدكتور فؤاد هراجة، عضو المكتب التنفيذي للقضاء المغربي لحقوق الإنسان، وأكيد للحديث بقية أستاذ فؤاد إن شاء الله قريبا. شكرا جزيلا مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.